هنتكلم دلوقتي على البروجكت. فين البروجكت اللي عملته؟ فده كان الفيس ماسك ديتكتور ويب اب، وكان الديبلويمنت بتاعه بستريمليت على هيروكو. زي ما قلنا ده الديبلوي بتاع البروجكت فيس ماسك ديتكتور. زي ما شايفين ده دي الصورة، دي الكفر، ده من الموديل، الديبلوي بتاع من الموديل. لما دخلت له الصورة هو ديتكت الفيسز دي، وده باستخدام بري تريند سي ان ان موديل موبايل نت في 2. وستريملت ده يعني ده فرونت اند كده، زي ما حد بيستخدم كده فلاسك في الديبلويمنت. ستريملت ده بيكون ابسط بكتير في التطبيق بتاعه. واستخدمنا طبعا زي ما قلت موبايل نت، وده الابليكيشن اللي اتعمل ان احنا بنعمل براوز الفايلز وهو بيديتكت الفيسز. وده كان على داتا سيت جايبها من كاجل اللي هي الفيس ماسك ديتكشن دي، 12,000 ايمج داتا سيت متقسمة طبعا لترين وتيست وفاليديشن. هي اصلا متقسمة تيست وترين وفاليديشن. وكل اللي انا عملته ان انا دخلت على كولاب طبعا وعملت داونلود. وهنشوف دلوقتي الستبس من الكود سريعا. يعني اتقسمت الفايلز عندي، يعني نشوف بس النوت بوكس الاول. وطبعا استخدمت برضو عندي في الموديل ده الكافي كافي فريم ورك كافي دي، عشان الكافي موديل ده عشان الفيس ديتكتور الجوريزم. هنشوف طبعا النوت بوكس، عملت 3 نوت بوكس، اول نوت بوك للترين، بعد كده النوت بوك التانية عشان اتست الداتا وبريدكت الداتا ست اللي عندي اللي هي جايلي اصلا في تيست، وبعد كده اخر التالت ده اللي هو الفريم ديتكشن. انا ازاي اعمل فريم واعمل فريم على الصورة عشان ديتكت واطلع الصورة بالشكل ده كده. طبعا ما ننساش ان كل الايمجز اللي جاية لي في الترين او التست، هنشوف دلوقتي صورة منها، هي اصلا جاية سنجل فيس، يعني فيس واحد بس. الموديل هيقدر ان هو يبريدكت مالتيبل فيس، بس طبعا هيكون في ايرورز، بس في معظم الاحوال هيكون هيشتغل كويس. وانا انا عايز بقى لما اجي اعمل ديبلوي يبقى فيه فريم والشكل يبقى كويس كده، فريم على الصورة زي ما احنا شفنا في الكفر اللي موجود الصورة، ويقول لي الاكيورسي كام وهكذا. ده طبعا من خلال لايبراري اسمها كافي. كافي دي بتعمل ديتكت للبوزيشن بتاع الفيس اللي موجود، ديتكت الفيس نفسه. بس طبعا انا بقى هاخد الفيس ده واشوف هو ويد ولا without ماسك. فدي بتسهل، هي دي خطوة بتسهل طبعا عليا. فلسه بتعمل من هنا بلت لابيريت كريت كافي فولدر عشان نستخدمه في الميك فريمز وعلى الفيسز. ابلود ولود الموديل بتاعي طبعا من اللوكال درايف. هنعمل ديفاين الفانكشن، بعد كده هنابلود الايمج. وطبعا في حتة كده زيادة بس، ان احنا هنستخدم ويب كام زي اللي بنستخدم ويب كام للكابتشر فوتو وديتكت الماسك ولا من غير ماسك. دي طبعا صور انا رفعتها. هو هنا عمل لي الباوند بوكس ويقول لي الاكيورسي بتاع كل بريدكشن. وهنا طبعا الصورة دي عشان هما في فيسز كتير جدا، وانا مضربه على ان هو يبقى في فيس واحد، فا يعني على ما اعتقد يعني هو ده السبب اللي مجابش كل الفيسز اللي موجودة. وهنا بقى عشان استخدم الويب كام وكابتشر الفوتو وديتكت الماسك ولا من غير ماسك. زي ما احنا شايفين دي صورتي انا كنت لقطتها، وقال لي انه ماسك، وانا ملبست ماسك قال لي ماسك تمام. بعد كده طبعا هنشوف بقى الديبلوي اللي احنا عملناه. ده طبعا كان بستريملت عشان بعد ما خلصنا احنا بنرسل مثلا الصورة زي كده. طبعا هو قال لي ديتكت، قال لي انه ماسك 99%. ولو خدنا مثلا صورة فيها كذا فيس زي كده، هو هنا قال لي طبعا من غير ماسك والاتنين دول بماسك، هو كانت الأكوست بتاعته كويسة جدا يعني. وفي مثلا لو دي الصورة طبعا الموجودة كفر، طبعا هو هنا كلها كانت 100%. وفي هنا مثلا لو ممكن ناخد مثلا صورة زي كده فيها مالتيبل فيسز، هو يقدر بكل سهولة ان هو يديتكتها. ولو خدنا مثلا مش عايزين نطول بس صورة زي كده، هو قال برضو ماسك ولا ماسك. ممكن نجرب مثلا لو في أكتر من صورة، مثلا ممكن ناخد دي مثلا أو أربعة. ده برضو كان أكوس كويسة جدا. فممكن تدخلوا على اللينك بتاع جيت هاب
استخدموا يعني الابليكيشن وجربوا الصور اللي انت عايزينها طبعا.